ممتازه بزاف، ولكن مني دخلنا اللوازم الصح واللوازم ديال العرس وكذا، لقيت ان كنفلو كان واحد الكلام يعني انس نتبادلوا بعضياتنا في الامور الماليه شويه هي شويه انايا. الوقيته اللي كانت واحد المفاجاه من العيار الثقيل انني انا كتقول لي هي كل شيء منك انت، انت كل شيء تجيبه من عندك انت. حنا كنت يقول لك هذا الكلام واش المراه ولا النسيبه؟ الام ديالها الزوجه ما قالت لي شي حاجه، نسيبتك الام نسيبتي كتقول لك تقوم بالواجب ديالك، تعطي الصداق، تعطي الوازم العرس، كل شيء يجيب كثر، رغم انني الخدمه ديالي ما كانتش كافيني نخلص الفواتير كامله ديال المصاريف كامله. ولكن مراتك كانت تقول لك زعما شويه عليا شويه عليك. مراتي كانت في الوقت تقول لك، تقول لي ان نكونوا بعضياتنا متعاونين على الخبيزه وحده، نقسموا الجره بعضياتنا في العرس شويه حتى شويه انايا. انا وافقت في الاول، ولكن لما دخلنا للصح كما قلتي لقيت العكس، لقيت انايا رجعت للور، خلاتني انا واحد يعني شنقول لك ماشي واحد ولا زوج، راه امها واخواتها كاين في هنايا، وعرفت يجوا مرات هما، ولقيت واحد يعني ناس كثار، وما كانش عندي واحد الامكانيه باش انني نقاوم هذه المجره ديال الناس. ولكن انت ماشي ما يمكنش تكون في مواجهه مع هاد الناس كلهم، انت شكون تيهمك في الموضوع كله؟ هو نسيبتك ونسيبك. ايه يعني ما يمكنش تكون انت مواجه مع الخال ومع العم ومع كل شيء الناس. لان فاش قبل ما نتزوج بها كانت عندي الفكره انني عندي واحد المهنه كبيره، عندي سيوله ماليه كثيره، عندي لابورتومو ديالي، وانا عاودت للزوجه ديالي. الزوجه ديالي ما كانتش الصراحه الام ديالها، بان انني كنربح هذا القدر المالي، مرتبتي هي انسان عادي كذا، ما مشات فكره غلط انني لاباس عليا، ربما حتى خواتها ام ديالها كتبغي انسان يكون غني بزاف. انا كانت عندي الوضع عادي بحال اي مواطن مغربي. ومني تزوجنا وكذا يعني دخلت مأساة كثيره، ان لقيت مشكل عندي مع الام ديالها، يعني ولات كتجي عندي للدار في غيابي انا، يكون انا في خدمه ما كاين، كتجي هذه نسيبتك، كنسيبتي كتجي بتخبي عليك، بتخبي عليا، كتدخل لداري كدير اللي بغات. ولكن عبد اللطيف جات تجي بتخبي عليك ولكن بموافقه ديال مراتك، يعني مراتك اللي تسهل لها الماموريه. لا بالعكس، الزوجه ديالي كانت مفهمه معايا، ولكن مني ولاو هما كيجوا كاملين يعني بالقوه والدار وكذا، ولاو كيعطوا شي كلام، كيوروا شي حوايج ما كاينين، رغم ان الزوجه ديالي كانت انسانه جميله بزاف، وكانت ما بغات ديال التسويق، يعني كتقول لي الا ما كانش يليق لك ممكن نتزوجك بواحد سعودي، ولا نديك الامارات عند خواتاتك في الكويت، ولا المهم تعيشي تماك على برا. هنا السيد هذا اللي كانت واخده فكره عليه كبيره قال لي بالعكس، اللي بان لي انه انسان عادي. بحال ما صدقتيش كما كانوا هما كيتصوروك في الاول. ففي الاول ملي تزوجت بها عشت مع دارنا في الدار، يعني عطاتني واحد المحل ديالي مع الدار عشت فيه. المهم ام ديالي عندها واحد الدار اخرى، كنا في واحد الدار اخرى مشاو الدار الاخرى، خلي الدار انا بوحدتي، ولا تما كتجي من مورا هي اخويا البنات ديالها وخوتها كيجيو يعني كيديروا اللي بغاو في الدار، كنلقى البيبان مهرسين الحوايج داك الشيء، كنخلي اموري في الدار الخاصه، كنلقى يعني ما كايناش، ما عندكش حتى شي حاجه خاصه ولا كل شيء ديالهم، ديما داك الشيء ناقص يعني في الدار ديالي. يعني ولكن انت عبد اللطيف ما عمرك ما جيتي وجلستي مع مراتك هكذا في مواجهه وجلستوا وقلتي لها هذا الشيء بنت النسر ماشي معقول، نهار خديتك بوحدك ماشي خديتك انت وهاد العائله كلها، ما عمركم ما درتوا هاد الجلسه بيناتكم، هاد الحوار بيناتكم؟ درت مع حوار انفرادي ماشي مره ماشي ثلاثه، كتقول لي هذيك امي وما عندي ما ندير ليها، وهي بحال ما هكا، وخوتي شكون مدرس بالطريقه هذه وما عجبكش الحال ما عندي ما ندير لك، انا خاصك ترتبط الواقع اللي كاين دابا، امي باش تجي للدار كي كنتي كما كنتيش غادي تدخل، ما عندي ما ندير لها. وعائلتك اش كتقول في هذه القضيه هذه؟ عائلتي المقابل عائلتي كانوا كنديروا لها واحد النظره ديال الاحتقار، بحكم ان دارنا يعني ناس عاديين بزاف ومتواضعين، وما كتشوف الحياه انها خاصها تكون غنيه، يعني بحكم ان اولادها كاينين في السعوديه وبناتها كاينين في برا، كتشوف ان بنتها الوحيده اللي بقات هي الاخرى في البنات، خاصها تاخذ انسان لاباس عليه باي طريقه، وما كانش داك الشيء ما كانش كروق لها في الحياه ديالها، كتقول لك ما تلاقي ما يليقش لك، ما نخرب ليه بيته ولا نبقى تابعاه باي طريقه، يعني بحاله ندم معاهم الحال كاع على داك التشويجه من الاول. ومشكل من هذا الشيء اللي انا كيدوس لي الحياه ديالي وكيشكل لي كابوس خطير في حياتي، لماذا الحياه ديالي معاها؟ لان فاش تزوجنا من 98 عايش مع كابوس حتى 2011، يعني هاد السنين كامل 13 عام وانا عايش في يعني في احتقار، عايش في دل، عايش في مهانه، ما كنعش على خاطري. يعني مازال عبد اللطيف تسمح لي مازال غادي نعرفوا هاد الكابوس وندخلوا في التفاصيل ديال هاد الكابوس اللي عشتي فيه المده ديال 13 عام، يعني كابوس في عمره 13 عام، من بعد ما نشوفك صوفيا مرحبا بك. وشنو قصتك مع عائله راجلك؟ انا تزوجت واحد الدري ما بغاوش ليا دارنا، ودارهم كانوا باغيني، انا ملي قلت امي مفارقه مع بالله وما ناخذه هو حيت دارهم بغاوني. نعم. ملي خديته
ما جيت واحد النهار جيت عند با، با ما بغاش شرقني من الحاله المدنيه وقال لي سيري عندهم. كنسمعوا هذه القضيه ديال شي واحد تيقول لي غنشرقك من الحاله المدنيه، وكاين شي حاجه مزيه زعما ما يمكنش تكون في الواقع. لا هو شرق قدامي وقال لي يلا حيدت الورقه هكا من الحاله المدنيه، حيت هو اصلا مجوج وعنده ولد اخر، دير لي الحاله المدنيه بوحده. صافي مشيت خداني داك الدري وطرا لي هو واحد المشكل ودارهم تقلبوا عليا، ولا هما كيلوموني دابا. واخا بلاتي عافاك غير باش ما نمشيوش في القصه بواحد الايقاع سريع، باش نفهمك مزيان والمشاهدين ديالنا كلهم يفهموا القصه ديالك. انت في الاول شنو المشكل، علاش ما بغاوش والديك هذا الراجل؟ حيت امي مفارقه مع با، قالت لي ما تاخذيش سيري عند باك، حتى با ملي مشيت عنده ما بغاش. اش درتي انتيا؟ مشيتي عند جوجتي؟ لا دار الدري بغاوني، قلت مادام انا عايشه مره كنمشي عند امي مره كنمشي عند با. اللهم نمشي ندير داري. اللهم نمشي نستقر نتزوج، حسن ما نبقى متشرده في الزنقه. ملي خديته ما بغاوش. فين سكنتي نهار الاول؟ سكنت مع دارهم. مع دار عجوزتك. سكنت معاهم شي اسبوع، صافي كرا لي وقع لي واحد المشكل، بداو كيلوموني دارهم، قال لي كما كنتي شتي ولدنا ما يوقعش في هذا المشكل. نعم، شنو هو المشكل اللي وقع؟ كان في واحد المضاربه وتشد. ايوا تعتقل دابا عطاو 3 شهور يلاه دار منا شهر دابا. وانت مالك في هذه القضيه شنو وقع؟ قال لك دارهم انت اللي زيتي وانا ما زيتش وما والو، ولا بغا يدار. انت كنتي حاضره في هذيك المضاربه؟ ما كنتش، انا كنت في الدار ما خرجتش. ايوا ومن بعد هو تشد. صافي دارهم ما بقاوش كيهضروا معايا. شنو المشاكل دابا اللي عندك مع نسابك؟ مع عائله راجلك؟ صافي ما بقاش باغين يشوفوني وديما باغين يضربوا معايا، واخا نكون انا ديزه وما باغين يضربوا معايا، بقات تموت له الهضره. كيجيو عندك؟ لا ما كيجيوش عندي. كتمشي عندهم انت؟ ما بقيتش كنمشي عندهم. وكيفاش المشاكل؟ هاد المشاكل من فين تيكونوا؟ فين ما نتلاقى معاهم. فين تتلاقى واخر مره تلاقيتو؟ اخر مره داك الحد جات عندي بغات الورقه باش تمشي تشوف ولدها وعطيتها لها. ديالاش الورقه؟ ورقه باش تمشي تزور ولدها. ديال الزياره؟ اه. انت كتمشي تزوري راجلك؟ كنمشي عنده. ايه قالت لي بغيت نمشي عند ولدي، قالت لي واش غتمشي؟ قلت لها انا ما خدامهش ما غنمشيش، قالت لي عطاني الورقه مشي عندهم. مشات داتها مني صيفط لها بنت خالتي مشات عندها باش تاخذ لي الورقه، قالت لها ما غنعطاش لها. دابا انت جمعتي كلشي، لا والدين خليتي علاقتك بهم مزيانه، لا نساب علاقتك بهم مزيانه، لا راجل كاين معك. ودابا حياتك وضعيتك فين ساكنه؟ مع من عايشه؟ ساكنه بوحدي دابا. في نفس الدار فين خلاك راجلك؟ اه بقيت فيها. بقيتي بوحدك؟ اه. خدامه على راسك؟ مره كنخدم عند الناس. وباش كتعيشي؟ كناكل في دارنا. اذا رجعتي لداركم؟ لا باقا كاري، ولكن كناكل في دارنا وكنجي نعس. ووالديك منين تخاصمتي مع عائله راجلك والراجل تشد اش يقولوا لك؟ قالت لي امي اللي حدايا، قالت لي انت اللي بغيتي من النهار الاول ما عندي ما ندير لك. اما با ما عمرني ما شفتو دابا 3 سنين ونص، ما بقيت لا شفتو لا سول عليا لا والو. واخا دخلت الناس الحايه من الجامع داكشي ما بغاش، واخا دواو معاه باش يردني ما بغاش. وما درتيش الناس يدخلوا بينك وبين عائله راجلك؟ لا ما درتهاش. وراجلك اش كيقول في هذا الشيء؟ ما قال لي، قال لي تنخرج ان شاء الله ويكون خير. ولكن في الاول قبل ما يتشد راجلك كانت الامور بيناتكم زعما بخير ولا خير؟ بخير وعلى خير، معامليني مزيان وكل شيء. زعما ما تيشوفوكش باللي انت زعما صوفيا دخلتي عليهم زعما دخلتي عليهم بحال تيقولوا لك قصتك ماشي مزيانه، نهار جوج بكم الولد دخل هو الحبس ولا كيفاش؟ اه قالوها. قالوها، اذا ماشي فقط غير انت حرضتي على المضاربه، ولكن انت قصتك. انا ما حرضتش على حيت انا ما كنتش كنت في الدار، ما يعني جوج ديال التهم توجهوا لك. انت يمكن حرضتيه باش يضرب وانت قصتك ماشي هي هذيك، نهار دخلتي عليهم دخلتي عليهم ب ما كانش معايا هكا، حتى مشى تشد ولده مع دابا شولو بحال هكا. نعم واخا مازال غادي نعاودوا نكمل انا وياك صوفيا قصتك. سعيد حتى انت مجوج عندك وليد الله يخلي لك، شنو مشكلتك مع نسابك؟ المشكل اختي مع النساب هو تعرفت على فتاة قرات معايا ملي مشيت نخطبها رحبوا بيا وتقبلوا بان البنت ديالهم غتزوج على سنة الله ورسول، وانا مفاهم مع الدريه اللي غتزوج بها باننا غنجمعوا رزيق باش غنديروا بارطمان. ايه قنعتني بانني غنعيش مع والديا. عشت مع والديا. مع والديك انت؟ مع والديها هي. اذا مشيو تسكنوا مع والديها. حيت هما الدار كبيره زعما عندنا فين نعيشوا. ما فيها باس. اي. عشت انا وياها بخير وعلى خير، ضربنا شي 6 شهور 7 شهور. 6 شهور و7 شهور كنتوا بخير وعلى خير. بخير وعلى خير معاهم كاملين. واخا قول لي نسيبت كيفاش كتعامل معاك في 6 شهور و7 شهور. بخير وعلى خير. بحالاش هذا بخير وعلى خير؟ بحال الام ديالي. بحال انت ولدها وياها. زعما بحال انا والزوجه ديالي بجوج ولادها.
زعما دخلتي وقت ما دخلتي في اي وقت ما كاين حتى مشكل. الماكله الخيره ديالك سعيد، الحق الزوين ديالك ياك، هادشي كله كاين. شويه ريحت انا والمدام ديالي قلت لها شوفي دابا حنا ما غنبقاو شحال كم جرت لي، غنديرو بارطومون ديالنا ونسكنو بوحدنا، ولا بغيتي والديك نزورهم انا والديات انا راه بمحالهم علاش ما نديكش تسكني عند والديك صافي. وحنا ديك المصروف اللي كنت كنصرف كنقول لها خبي، ضروري دوير الزمان كما كيقولوا، ضروري غادي نحتاجوا الفلوس، خصنا باش بارطمان ما رخيصاش، باش غتشري بارطمان ما رخيصاش، وانا عسائق عندي السياره كنخدم عليها، تنصور ماشي ما تنصورش، ولكن غنبقى نشتت في الفلوس، ما في الاخر غنكبر ما غيشيط ليا والو. صافي من تما وليت العدو اللدود ديال العائله. علاش انت بغيت ديرنا بنتنا من هنا؟ قلت لهم دابا هادشي انا غيولي مفارغ لي. علاش انتم النهار الاول علاش تفاهمتوا؟ علاش تفهمتوا غتعيشوا معاهم ديما؟ لا غنعيشوا مع واحد المده بين ما جمعنا، وما عارفين باننا راه عندنا ضيق شويه. انا ذاك المصروف اللي كنت كنصرف ما بقيتش. اذا كنتي كتعاونهم في المصروف؟ ضروري الماء الضو. كنتي يعني حقك كتعطي؟ ضروري حقي كنعطي، ولا ما كاينش انا كنقول لها اكيد صافي خلصي. ولا واحد الشهر انت ما عندكش، ما كاين حتى مشكل مع نسيبتك، ما تقولكش اجي سعيد فين الضو فين الماء فين كذا. ومع عند الله ما كانش ذاك النهار، ما مسهل الله ماشي معاها، كنخلص الضو كنخلص. المهم اللي الا جات شي حاجه حتى لا مالادي ولا شي حاجه، حنا مغاربه معروفين بالكرم. ولكن علاش ما فكرتيش من الاول تدير دارك وتدي مراتك؟ من الاول نهار تزوجتي تدي معك مراتك، علاش مشيتي؟ حيت مشيت سولت اختي انا ذاك المبلغ اللي عندي ما غيقدنيش، حيت عندي الزوجه متدينه والربا ما عندنا ما نديرو بها. انا كنهرب من الربا، انا ما كرهتش انا ذاك الرزق فرض، علاش غنبقى نجرت انا وياها 50 25 عام 26 عام نعطي بشويه بشويه. اذا قلتي بعدا نجمعهم كاملين نحطم لهم صافي، نجمعهم كاملين رزقهم تولي البارطمون ديالي انا والزوجه ديالي صافي، ما بقاوش وما باغيين داك الشيء. اذا انتم في الاول كنتوا ناويين تستقروا واحد شويه بما تجمعوا راسكم. شويه قلت لها شوف يا بنت الناس اش غنديروا؟ غادي نمشيو ونكريو ولا ناخذوا الربا، ناخذوا ابارطوم بحالنا بحال عباد الله، ناخذوا ونخلصوا. هي ما خداماش، انا ما واخا تبغي تخدم ما عندي ما ندير في خدمتها، تريح الارض. المهم قال لك هما لا سيدي بلاتي، قالوا لك قبل ما تخرجوا تكريو وداك الشيء، شنو الموقف ديال شنو التبرير اللي كانت تعطيك نسيبتك باش ما تخرجوش من الدار؟ هي كتقول لك غتدي لي بنتي. واش محبه؟ واش ولا ما بغاتكش تديها؟ واش باغا تدخل في السواقات ديالكم؟ هادشي اللي كاين. شنو هادشي اللي كاين؟ ضروري انا الزوجه ديالي راه سي نورمال غنريح انا والزوجه ديالي وغنتذكر انا وياها مني اللي عطيت عطيت. هي خصها تعرف اشنو دار بيني وبينها. بمعنى ما حدكم انتم في الدار كتحكم هي مع راساتها وداك الشيء. صافي. الا مشيتوا انا تنقول لها شوفي اليوم بغيت نتغدى لا ما يتغداش عندها بداك الشيء اللي بغاه هو، تيدير دارو وداك الشيء اللي بغاه، تقول لها راه وليتي احنا ما شغلناش الدار ديالنا. هو بغى ياكل يدبر على دار. ولكن مثلا انت ملي كنتي عايش مع نسيبتك لمده ديال 6 شهور ولا 7 شهور، بطبيعه الحال كل دار سعيد عندها القانون الداخلي ديالها، عندها الشروط ديالها. مثلا متى تدخل في مصاصات الليل، متى تدخل مثلا ماشي وقت الغداء، ماشي كيفاش كيكون رد الفعل ديال النسيبه ديالك؟ بالنسبه لاختي العمل ديالي انا العمل ديالي نقدر نغبر يومين ثلاث ايام، نقدر نجمع 3 الصباح 4 الصباح. واش ما كتشوفش بلي هذا الفراغ اللي انت كتخوي فيه هو اللي خلى النسيبه تدخل؟ إذا أنت ما كتكونش يومين ما كنكونش يعني. العلاقة كتزيد تكبر مع العلاقة بأن دابا أنا بالنسبة لي أنا تزوج ويلاه تزوج، خصني علاش نوقف؟ تتقول لي غادي نولد، كنقول لها ما غتولديش يا بنت الناس. إمتى غتولدي؟ حتى غنستقر واش غتولدي؟ أنت كتقول لها ما تولدش والأم شنو تقول؟ الأم ولات كتقول لها هذا راه بغى يخرج عليك، ما تيشري لك الفانيت كيشري لك سميتو، هذا راه بغى يصفيها لك. واخا هاد النسيبه نقولوا كتدخل حتى في الولاده، تدخل في تدخل في كل شيء، ولكن اكيد شي حاجه بانت ليها فيك ما عجبات، يعني ما عجبتهاش اللي خلاتها كتدخل في السواقات ديالك. لا الحاجه اللي ما عجبتهاش فيا واش تشوفك انت ما قادش بسواقاتك، ما قادش بشغالاتك؟ لا ما بقيتش كنصرف المصروف اللي كنت كنصرف. قلوا الفلوس. حيت عندي واحد لاكسيدون وخرج ليا فيها شي ملايين، زعما دوك الملايين غادي ندير شي فوق شي وغادي نكمل المستقبل ديالي. شويه ملي بانوا ليا فهكاك صافي، شحال حاط تما القد والقد، تنعرف القد والقد هنا. نعم. تقول لي انا ما يموت با، قلت لها يموت انا ما شغليش، هو قاد براسو. با كان انا واش مجوج بك ولا مجوج با؟ اذا القضيه ولات في الاخر حسابات. كنا غنوصلوا للطلاق. نعم. شويه ملي تبعدت منا وكريت 24000 ريال،
كذب عليك اختي اللهم لك الحمد. نعم. عاش جهاش ولدت عاد باش وليتي بخير وعلى. عتنيتي. غادي نمشيو ندوزو سعيد ندوزو للحاله ديال عبد المنعم. مشاهدينا الكرام تعودتوا في قصه الناس باللي الحاله الرابعه كتكون الحاله الايجابيه عندنا، الحاله اللي كنتنفسوا فيها شويه من القصص الاخرين ثلاثه اللي تيكونوا سابقين، ولكن اليوم استثناء عندنا الحاله الرابعه او القصه الرابعه حتى هي كتدخل في نفس السياق، حيث كيف كان في التقديم الاولاني ما لقيناش واحد مع نسابو هاني. هادشي علاش كنستقبلك عبد المنعم 42 عام حتى انت قصتك قصه مع نسابك. مرحبا بك. بارك الله فيك. عاود لي عبد المنعم شنو المشكله ديالك؟ المشكل ديالي كان سهل، انا اسهل من هاد الناس كاع كاملين اللي تكلم. سهل من هاد الناس؟ اه. إيه؟ الخطا ماشي ديال امي، ماشي ديال با، ماشي ديال حتى شي واحد، ماشي حتى ديالهم هما كاع، حتى ديال نسابي، خطا ديالي انا. حيت انا عجبتني البنت وكنت كنشوفها من الشرفه ديال المكتب الوطني للشاي والسكر، ودازت الايام كنت معاك كنت كنزاول العاب القيوه وما كتبش لي المسار ديالي باش نمشي في هذا المهنه هذه، دو طون زون طون كندير بعض السوايع اضافيه في العمل، وبعض الخطرات كنتلاقى معاها وكاين بعض لمحات بصريه يعني من خلال النظرات اللي كتوجه لي كنحس بان كاين شي حاجه، رغم انني كنعرفها بان هي ماشي لا هي ولا العائله ديالها لا في العقليه ديالها ولا في افكارهم ولا كذا، كاين بعض الاسباب ما غاديش نذكرها باش ما نجرحهمش وكذا، وهذه لا داعي باش نذكرها. كاين شويه ديال التخلف، مع العلم ان العائله ديالي عائلتهم متخلفين بكل صراحه. دابا عائلتك علام كتهضر؟ كنهضر على العائله ديالهم. عائلتهم؟ عائلتهم شي شويه كاين واحد النقص، غياب الاب ديال البنت، يعني عنده موظف هذا تابع للميليتير، الام ديالها كتلقى حتى هي واحد الفراغ ديال الزوج ديالها كتدير ما بغات، زائد داك الشيء مريضه بهادشي ديال الشعوذه وعندها شي شويه ديال كتموت على ما عرفتش، عندها ايمان بهاد الخرافات. إيه؟ انا لا اؤمن بهاد الاشياء هذه. إيه؟ إيه؟ مع ذلك انني انا ملي تقدمت لهاد السيده قلت ما كاين حتى مشكل، عندي لابارتومون ديالي عندي هكا. اذا انت كنتي عارف هاد العائله شكون هي؟ يعني انا حسيت كاينه شي حاجه، ولكن تنقول ما كتهمنيش العائله، كتهمني إيه؟ البنت، حيت انا ما غنزوجش العائله، غنزوج البنت. الوقت اللي تقدمت على البنت كان عندي كنت مآمن بواحد القضيه انني الا مشيت حتى حصلت غادي كيف ما تيقولوا غنودي لا غنجبد لو فول فير لارجون لا باش نعطي انا بحال قلتها للاخوان قبيله وقلتها حتى مع خاطري ديما كيوقع عندي الهام. انا جيت للدار لقيت الوالده تطيب واحد ماكوله يعني بحال جيعان. ايه قالت لي راه باقي الماكله ما طابتش، قلت لها انا غنمشي ندير واحد الساندويتش بما طاب العشاء. هو هادشي اللي درت، يعني انا عرفت راسي بان الدريه غير مؤهله للزواج بكونه انهم خفوا علي بان عندها مرض نفساني كانت كتعاني منه. البنت اللي خديت انا كانت كتعاني من واحد المرض النفساني. ولكن هادشي متى عرفتيه؟ عرفتو ملي كنتي كتشوف انت وياها من الشرجم هادشي ما بانلكش. ما بانش بانك البنت عجباتك عجبتيها. الاقراص اللي كتخليها هي هادئه في طباعها يعني كالمو، ولكن انا عندي واحد الخال ديالي خو الوالده دكتور ما غاديش نذكر الاسم ديالو، هو اللي طالع الملف ديالها انها كانت كتعالج منذ قبل ما ناخذها انا. واخا وشنو المشكل الانسان المريض اللي مريض ما كيتزوجش؟ انا ماشي ضد هكا غير هما ما صالحونيش، يعني انا واخا بغيتها بالمرض ديالها كانت عادي تتكلم معايا عادي تتناقش معايا عادي. مشكل ان ما كتعرفش الطياب طيب، هذا ماشي عيب عندنا حنا في الدار، الا ما كانش كتعرف تعلمها الوالده كتعلمها كتوريها جميع الفنون ديال الطبخ، لكن المشكل انها ما مش عاوده خيطي بيطي جي عندي. ولكن بلاتي القضيه ديال المرضى عبد المنعم، واش المشكل نسابك اللي خباو عليك ولا هي اللي خبات عليك؟ والديها. والديها؟ اذا في الليله اللي غادي يكون العرس وقع واحد المشكل، وذاك المشكل ان بحال حسينا بشي حاجه ماشي هي هذيك، بحال دريه بدات كدمع بحال هذا، انا حسيت بانه ما واكلاش الاقراص دوك اللي تتاكل هي على انها. لا ديك الساعه انت ما عارف والو. انا ما عارف والو، ولكن تقدر تقول الخلعه ديال العروسه هذاك النهار. لا انا مشيت بهذاك المفهوم ديالك انت اللي تطرحي عليا، انت مشيت به، انا مشيت بهذا المفهوم، ولكن من بعد شيئا فشيئا بديت كنكتشف بان هذاك النهار بالضبط كانت ناقصها شي حاجه، ومن هذاك الشيء اللي كانت ناقصه هما ذوك الاقراص. وسولتي راسك ذاك النهار بالضبط شنو كان ناقص مراتك؟ ما سولتش، هذا هو الخطا ديالي.
ماشي الخطا ديال الوالديه، خطا الوالديه قالوا لي. ولا حتى انت تلهيتي في العرس والفرحه وفرحان براسك. انا ما نكذبش عليك، البنت كانت الي تري جونتي، ظريفه باخلاق، ما نعاودش لك، ولكن والديها لا في السيره الذاتيه ديالهم ولا في معاملتهم مع الاخرين ولا كذا. ونهار العرس ملي كانت المراه تبدلات عليك، ما حاولتيش تمشي عند امها ولا باها تقول لهم ما عرفت مالها جو شوفوها؟ انا سمعت واحد الكلمه اللي خلات اللي تات الانتباه ديالي، هو ما سمعنيش ما شافنيش الاب ديالها، قال لها سبع ايام ديال المشماش راه زعما غادي تمشي وغادي تبان البنت على حقيقتها. سمعتي انت هذه الهضره؟ سمعت، هذيك دار لي شك، مع العلم انني ملي كنت كنكون غادي معاها في الطريق، يعني في هذيك الايام اللي خطبت البنت ديالو داكشي، تيهربني على دوك الاماكن اللي تيعرفوا فيه، اللي الناس تيعرفوه هو، غادي يعرفوه بانني انا نسيبو، وهو ما خصوش يدوز لي من دوك الاماكن اللي تيكونوا فيها دوك الناس اللي تيعرفهم هو، باش ما يقولوش لي اشنو كاين عند الدريه. ولكن مع مرور الزمن ومرور السنوات اكتشفت هادشي. حتى حاجه ما كتخبى، حتى حاجه ما كتخبى. واخا عبد المنعم تنشكرك بزاف، مازال غادي نرجعوا نكملوا القصه، وغادي نمشي للكوتش ناهد رشاد المساعده النفسيه اللي كتحضر معنا في قصه الناس. اشنو تعليقك ناهد على الشكايات ديال هاد الناس مع نسابهم؟ اول حاجه بغيت نقول، ملي كتشوف شي عريس كيقول منين داك العريش، كيقولوا من داك الشجيره، هاد البنيته ولا هاد الراجل اللي كتزوجوا بهم ولا هاد العيالات اللي كتزوجوا بهم، ما كيطيحوش من السقف، كتزوج راه بها، هي اللي كتزوج باها امها وخوتها وعائلتها كلها، دوك الواحد شنو هو؟ اول حاجه انا فريمون كنشكرك اللي الواحد بعدا كياخذ لا ريسبونسابيليتي، درت الفلطه اوكي الفلطه ديالي ماشي ديال المش الجيران الواليد الوالده، لا انا واحد الساعه درت واحد القرار، اوكي هذا القرار ها فين داني ها فين داني، ها النتيجه ديالو، ها شنو استفدت منه. اول حاجه الواحد ما كيردش البال مع من غادي يتزوج، كيبقى على شكون اللي عنده فاس، ما كيقلبش من بعد البو والام واش داكشي غادي يتناسج ولا ما غاديش يتوال مع عائلتي، مع التربيه اللي خديت انا، مع التربيه اللي عطاوني الوالد والوالده، مع العادات التقاليد، كيجي وكيتلاح، ملي كيتلاح عاد كينوض كيقول واو 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 مع من انا، وهنا فين كيبداو المشاكل. الوغ كو الا كان شي واحد من الاول اوكي هذه بنيته ولا راجل عجبني تعاشرنا شويه، انا نسقسيه شويه على عائلته، نبحث نشوف، وديك الساعه كيبان لك داك الشيء سي، اما الحوايج مناسبين كتزيدي تكملي، واحد كيزيد يكمل، الا داك الشيء ما مناسبش وداك الشيء كل واحد في الشرق واحد في الغرب، الاخر كيتراجع اللور. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، كلكم سمعتكم كتقولوا داروا ليا فعلوا ليا تركوا ليا، هادي واحد السيده كان كيستسر التليفون وهي تجاوب، هي تقول الو، قال الو فلانه، قالت له ايه، قال لها هذا فلان الله يخليك ديرونجيتك، قالت له شكون اللي عطاك كاع الحق تخمم بما عندك هذاك لو بوفوار، هذاك السلطه باش انت ديرونجيني؟ واحد الساعه لو بوفوار راه كل واحد كيمتلك لو بوفوار ديالو، داك القدره راه عندك انت، يا اما كتمنح للاخر يجي يطلع لك فوق الراس داكو، ولا راه كتعطي دير ليه الحدود ديالو ديال واحد النهار. الا قلت لكم كلوا فيل تاكلوه؟ ممكن دخلت عليك بوجه الله واش تاكلوه؟ ممكن. ولا قلت لك كلوا ضغمه بضغمه تاكلوه ولا ما تاكلوش؟ تاكلوه. ايوا هكاك لو بوفوار، ملي واحد ملي كيبدا راه ما كيجيش وكيعوم عليك البحر، كيبقى النيفو ديال البحر كيطلع بشويه بشويه بشويه. اشنو كيخلي الواحد اللي ملي كيكون مع العلاقه مع مراته او مع نسابه كيخليهم بشويه بشويه بشويه؟ هذه من جهه. الجهه الثانيه بغيت نهضر كمان على هاد النساب مساكن اللي كلاو اليوم العصا والطق، كاينين وكنعرفهم للناس اللي موالمين، يمكن حيت خداو الوقت يتعرفوا وتوالموا عاد تزوجوا، يمكن حيت كداروا الحدود وخلاو نطاق ديال الاحترام. بغيت نهضر كمان على هاد الموات مساكن اللي حتى انا راه عندي وليد وحتى انا غدا غادي نكون نسيبه. اشنو كيوقع؟ اول حاجه سي تري سامبل، هذيك النسيبه كتكون والده وليد ولا بنيته كتموت عينيها هما دوك الوليدات، والناس كاع كلهم اللي كيسمعوني وعارفين الكبده شنا هي، ملي كان واحد كيولد وليد ولا بنيته، دوك داك الولد ولا البنت حنا في العادات ديالنا ما كتقطعش العلاقه، كتبقى دائما الولد عنده 60 عام 40 عام 50 عام، وليدي هز الكبوط عندك يضربك البرد، شد الباب، دير رد البال، ما كتخلي كيبقى دائما كتبقى تشوفيه بحال داك الوليد الصغير. كيفك ملي كيتزوج اش كيجيها؟ شي واحد غيسرق ليا ولدي، دوك راه كتجيها مسكينه الخلعه، دوك راه ما داكشي كاع النسيبه اللي كدير من ناحيه بنتها ولا من ناحيه ولدها ما كديرش ضد في الراجل ولا ضد
في البنيته اللي تزوجات لها بالولد كتجيها بحال عادي شفرت لي الولد غتزيد لي به خلفه معطق وغنبقى بوحدي. هذا غيجي غيدور لي مخ بنتي وغادي يهزها ويديها ونقنا بوحدي. دوك كتولي شنو مسكينه بلا ما تخمم كتولي كتلقى راسها كتحاول تعاود تلقى بلاصتها حيت كيجبد الله شي واحد هزها من بلاصتها وتنزل في بلاصتها شي واحد اخر. نعم شكرا لك ناهد رشاد. مشاهدينا الكرام مازال غادي نكملوا الجزء الثاني من قصه الناس مع هاد الناس ومع موضوعنا مشكلتي مع نسابي ولكن بعد الفاصل. تابع باقة من البرامج الإلكترونية المتنوعة في أول تجربة بالمغرب. زوروا صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/mmunirofficial أو على الرابط التالي. نرجع لك عبد اللطيف ونكملوا الجزء الثاني من قصتك مع انسابك. من بعد كيفاش تطورت الامور؟ وصلنا على قبل ذلك الكابوس اللي كنت عشته معها. الكابوس اللي عشته حاليا دابا واللي كيدمرني هو شنقول لك؟ ما يعني شنقول لك؟ يعني من الصعب ان زوج كيتزوج مع واحد الانسانه وكيعيش 30 سكن كيتحول من دار لدار. كاع الناس كيسكنوا جوج مرات 30 سكن 30 سكن كيفاش هذه القضيه؟ يعني في الدار 300 متر سيبو حاصنوا في الدار. يعني ما يقارب 13 سنه العود اللي يكون في دار وحده فانا كنتقل من دار لدار. علاش؟ اش نقول لك؟ هارب من شي حاجه؟ لا في ما كنسكن في دار كيجيو النساب عندي خصوصا امها هي واحد اخت ديالها خصوصا ان اسري هضرت على قبل السلطه فعندهم سلطه كبيره في الدار عندهم ما نقولش اسماء ديال اللي كاينين في الدار عندهم اللي صحاب السلطه والجاه فعندهم سلطه كبيره عندها علاقه بالدوله كيجيو بحتروفيات ما كايناش باستهدافي اصلا انايا كيجيو عندي للدار كيدو الممتلكات ديالي كاملين في اربعه المرات ما يقارب شي 30000 درهم ديال الحوايج كنشري من ناحيه الالات التجهيزات ديالي منزليه من كذا كنجي كنلقى كنجي لشي كنقدر خاويه في اربعه المرات. واخا باش نتفاهموا على هذه النقطه عبد اللطيف، المره الاولى لقيتي الدار خاويه، المرة الثانية لقيتي الدار خاوية، أنت قلتي 30 مرة ولا ما عرفتش شحال 20 مرة 30 سكن 30 مرة كيوقع لك نفس المشكل، واش أنت شنو كيفاش شخصيتك مع نسبك؟ أنا إنسان عادي بحال أي الناس، يعني ما عطيهم ابتقار، ربما كنشوفوا ما باغيك إنسان اللي يقعد يمشي عندهم ويجي، يعني بعربية باغيين يحطوني تحت السلطة ديالهم، يعني اللي بغاوها خصني نديرها اليوم، يعني إنسان يكون عبد ديالهم انسان مدلول هما ربما ان امها كتخرج للسواق كتمشي تخرج على خصوصا لما عند ناس فلاحيين شويه وكيبيعوا عندهم واحد المنطق بالهضره او الحي ديالهم كلها عندهم واحد شنقول لك يعني ناس ماشي عندهم واحد الثقافه فناس يعني فلاحيين. وهاد الناس اللي بهذه المواصفات تكونوا مع عبد اللطيف اشنو صبرك عليهم 13 عام؟ انا كتهمني مرتي ما كتهمنيش هما. ولكن مراتك بهذه الطريقه حتى هي زعما ما كي ماشي مشغوله بك وماشي همها من همك يعني 13 عام وانت عايش في هذا الكابوس وهي شاده الصف ديال عائلتها. في الاول كانت في الصف ديالي ولكن خصوصا مني قالت لي امها انك راه بصدد انك تمشي للامارات او الكويت او المانيا عندك طمعتها ونشوف لك واحد مصري تزوجي به ولا نشوف لك خليجي ولا كذا فهي تبدلات النظره ديالها معايا ولات كتشوف ان الفرصه انها تبدل المواطن ديالها اصلا تمشي لدول الخليج وتدير الامكانيات يعني تبدل الراجل تبدل البلاد تبدل كل شيء باي طريقه وانا دابا الحاجه اللي باقا في قلبي الان و كتجسد الحياة ديالي اصلا العاقبية انني دابا معاه واحد فاش تلاقت هي تلاقت طلاق غيابي انا ما كنتش حاضر يعني طلاق انشقاقي وهذاك الطلاق اللي درت هي في اربع سنين عايش معاه في الدار وهي داعياني ما كنتش كنحضر جلسات ما كنتش كنتصل بالسيد عاد تجيني خدمة ولا شي حاجة فهي خصوص انها عندها ناس في السلطة وملي كانوا تيوقفوا معاها كتعرف ناس في جمعية ديال النساء خصوصا كتكون امها وعائلتها كيوقفوا معاها فانا اربع سنين عايش معاها في كابوس ان هي كدفع شواهد طبيه لانها مستهدفه مني وهادشي كله من طرف امها هي اللي كدير لها كمين ليا انايا فانا ما حاسس ما هضر جيت واحد النهار للدار بغيت ندخل وديك النهار كان هذاك النهار العيد الكبير جيت بغيت ندخل يعني الانسان تقدر حواليه دابا حنا كناس كذا جيت العشيه للدار تقدر كل خاوي ياك
عاود قلت الله يسامح. داز واحد 10 ايام جوج سيمانات جاتني السيد على الدار ناخذ نمشي لهاد الجمعيه. مشيت للجمعيه وخاصه نحط واحد الدكتوره حلت لي مشكل، خرجنا بواحد الالتزام اللي انا ماشي التزام درته على انني ما مزيانش، ولكن هما وركوا عليا خصوصا ما داتني باش ندير التزام. ديالاش هاد الالتزام؟ شاد التزام تبعك؟ التزام ان اللي قالت لي خصني نديرو، يعني ما كتقول لك انا بنتي هذيك انت اللي ما مزيانش وهي اللي مزيانه. وانت التزمتي؟ انا ضحيت بنفسي لاني انا ما مزيانش ودرت اني طبقت كلام ديال الام ديالي قلت الله يسامح. ربما عندي وليدي صغار باقيين صغار نضحي بولادي، ما عرفتي ليا كي داير تقدر تغير الزوجه. فالزوجه ما تغيرات بحكم انني عاود قلت اخر فرصه اعطيها. مشيت شريت الاله الجيز المنزليه كامله، خليت واحد المحل نقي مزيان، قلت يا ربي هذه المره تولي انسانه مزيان. الحمد لله ما امور كانت مزيانه في الاول، ولكن واحد اللحظه اختارت درت واحد الصالون، واحد المشروع ديال الحلاقه حدا الدار. ولات السيده عندي كتمشي الحلاقه، كتجي حتى الوقت ديال الليل، كتجي كنكون انا خدام كتجي مع عندي الدار. واش يعني هذا المشروع وهاد الحياه اللي هي كتخطط ليها كتشاور معك فيها ولا داك الشيء غير مع؟ ما كانتش كتشاور معايا فيها، كانت ما كتدق على اي حاجه وانا خدام، كتجي اختها وكتجي ام ديالك اللي كيحرشوها باش دير هاد الافعال الوخيمه. نعم. انت قلتي باللي هي ديك المده كلها وهي كتمشي للجلسات وانت ما كتحضرش، تلقات بغيابي ولا كيفاش؟ تلقات طلاق، يعني طلاق انا ما كتحضر. ما حضرتيش؟ ما حضرتش انا الطلاق ديالي. وكيفاش تلقات هاد السيده؟ تلقات يعني شنو نقول لك، يعني قلت لك راه جهات خاصه اللي وقفت معاها وساندات في الطلاق ديالها هي، وبلا ما نقول لك اسماء ديالهم، فانا انسان وحيد و ولكن تلقات غيابيا زعما واخا ما كاينش انت. هو تيقول القانون انا ماشي مسافر، انا في البلاد خاصك تجيني السلعه باش نتوصل بها. نعم. فكنت كتجيني في السلعه حتى تقدر غلط عبدتني السلعه. ما دابا عبد اللطيف شنو ضارك بالضبط؟ اشنو خسرتي انت من هادشي كله؟ انا خسرت نفسي، فانا كنعيش كنعيش حاله نفسيه خطيره وما كناش في اللي حسيتي براسك تحقرتي؟ حسيت يعني ربما اش نقول لك، دابا حتى عندنا جوج وليدات والدري صغير، ولدي الصغير عايش معايا في الدار نهار زاد الان، والكبير كيمشي عندو كيجي عندي للدار. فانا المشكل اللي عندي كنعيشو الان هو ابتزاز ابتزاز ابتزاز، كتجي عندي الخدمه بواحد اللباس خارج على النطاق، حتى عائلتك كيستفزوني بواحد المكالمات هاتفيه يعني فيها تهديد، فيها كلام يعني ما نقولش كلام كيدير. فانا دابا هو الاهم حاجه اللي كنتمنى هي غير يبعدوا مني، خداو امورهم كامل، يخدموا ممتلكاتي، خداو فلوسي، خداو كل شيء، خلوني بوحدي في التيخ. وخداو 13 عام من عمرك. 13 عام سرقوا لي من حياتي، وانا دابا كنعيش في دمار، يعني كنتكلم معاك وانا ما قدرتش نكمل لك، ما نفسيتي منحطه بزاف وما جيت هنا على قلبي، ما قدرتش نكمل لك شنو كنعاني، لان ولادي يعني دري عايش معاه وكيجي عندي. ف يعني الحمد لله كعطيت كل شيء اللي عندي، ولكن اللي هرسني هو 30 سكنه من دار لدار، كطلبي كتجيبي كاميون كتهزي الحوايج كتحولي من دار لدار، كتسبقي من دار الكرا 3 موا ولا 4 موا، داك الشيء اللي حتى كنقول الحمد لله ترى حتى كنطلع حتى كنعود ننزل. ف 13 عام من الناس راه دراو وشراو لي بارتومون بخيت اون كوما، وصلوا انا فيما كنطلع كنزل. ومن غير الفلوس عبد اللطيف، من غير الفلوس شنو ضاع منك انت عبد اللطيف الانسان؟ شنو ضاع منك؟ ضاعت مني كرامتي اولا، ضاعت نفسي. انا كانسان وليت كنخرج الشارع كنحس بواحد الحقره باحتقار، كيبان لي ان الناس كيحتقروني، يعني ما قدرتش نقول لك. بغيت نعرف انا نفسيتك عبد اللطيف، بغيتك تقول لي. كنعيش يعني انفصام الشخصيه، يعني كنعيش حقره، يعني كتجي عندي الخدمه هي ولا فامي ديالها، يعني كنقول لك قدامها بالشركه بكلام خايب، هي كتهددني كل مره، كتلقى مكالمه هاتفيه من طرف شخص كيجي كيهددني كل مره، كتكلمها في التليفون بكلام ما نعاودش كيدير. واش انت باقي متعلق بها؟ انا متعلقش بها، دابا خدات هي براسها غيابيا ياك، ولكن التهديد اللي كنتلقاه يعني تهديد خاص، ما عرفتش بها واش غير من الناس هادو. فانا سلبت لهم كل شيء خدوه مني، فانا كنطالب بالقانون يحميني، لان انا انسان معيل، اسرتي فقيره بزاف، وانا عندي الله يعني في حياتي ضاعت لي دابا، وحتى العمل اللي كنت خدام فيه رانا مهدد باش نفتقدو بسببه، لان كيجوني بزاف ديال السي، لان تقول لك سبق ضربني وبكى سبقني وشكى، فهي دابا ذات انا هي اللي مظلومه وهي اللي انسانه. فالعكس ان محلي انا راه باقي عندها الان عايشه فيه، وباقي واخده لي الممتلكات ديالي كامله، وباقي شكرا لك عبد اللطيف. صوفيا باك نهار قرر شرق الورقه من الحاله المدنيه. إيه. وانت اليوم اش بغيتي تقولي لي؟ بغيت با يسمح لي وراني ندمت على كل شيء. علاش غيسمح لك باك؟ حيت غلطت. علاش؟ حيت سمحت في والدي ومشيت معاه. هو كيشوف فيك دابا، اش بغيتي تقولي لي؟ انا بغيت نقول لها سمح لي وندمت. وراجلك شنو تقولي لي؟ والو حتى شي حاجه. تقولي لي حتى شي حاجه. نسابك شنو تقولي لهم؟ عجوزتك.
تقول نقول لها سمحي لي واخا عمرني ما غلطت في حقها ولا قلت لها شي حاجه. وفعلا انت عمرك ما غلطتي في حقها؟ عمرني ما غلطتي. تكوني غلطتي في حقها ولكن انت ما حساش ما واعياش بالغلط ديالك؟ لا انا معتبرها بحال امي، ما عمرني ما غلطت في حقها ولا قلت لها شي كلمه. عمرك ما ترديتي انت وياها في الهضره؟ عمرك ما خرجتي بلا شوارها؟ ما عمرك لا لا عمرني. حيت ما بين العروسه والعجوزه تاريخ ديال الصراع معروف، يعني واحد الحقد تاريخي في كاع الشعوب معروف هاد الصراع. بالعكس انا درتها بحال امي مني لقيت لي. وهي درتك بحال بنتها؟ حتى هي اعتبرتني بحال بنتها الصراحه، اي حاجه كتجيب بناتها كتجيبها ليا لا هي لا شيخي. ومني وقع الراجل المشكل تقلبت عليا. وراجلك في راسه الخبار باللي العجوزه تقلبت عليك؟ في خبار وكل شيء قال لي صافي شديتي قرارك تنخرج ان شاء الله ويكون خير. انتم باقي مجوجين؟ باقا مجوجه. واخا انا من تراو هاد المشاكل قلت لي طلقني ما بغاش. ما بغاش يطلقك؟ قال لي حش عمرني ما سمعت منك لا كلمه العيب لا حتى شي حاجه. اذا انت غتبقاي في نفس الوضعيه حتى يخرج راجلك، ولكن غيخرج راجلك واش انت في نظرك كتعاودي تصلحي الجره مع عجوزتك ومع عائله راجلك اللي تخلاو عليك في هذا الظرف الصعيب؟ لا ما نرجعش لهم صافي. ياك بحال امك. واخا بحال امك كما كان الحال بحال امك ترجعي ليها. حش انا ما عندي لا فلوس كرام ما ناكل ما والو وما ما عاونتني ما والو. واخا هي خدامه وبا خدام وخواتاتو كيقراو ما عاونتنيش والو. شافت مول الكرا كيدق عليا وعمرها ما جات قالت لي هاك. خلاتني بعد تلفاسي قال لي واحد النيميري كانت جابتو ليا وشي حاجه شي حوايج اخرين جات خداتهم من عندي. وراجلك تيعرف باللي انت بعتي الحوايج ديالك؟ عارفني. واخا هو كان كيخلص الكرا دابا ثلاث شهور قالت لي ما تبقاش تخلص لها تمشي هي تخدم. يعني مول ما كتجي تاخذ الورقه ديال الزياره كتمشي عنده كتقول ليه كلشي اش كيوقع؟ كتعاود لي كلشي واخا التليفون كتعاود لي كلشي. كتعاود لي كلشي وهو ما كيخبي عليا حتى شي حاجه. اي حاجه قالوا لي دارهم فيا كيقولها لي. ما ندمتيش على هاد الجواج؟ لا ندمت. ندم معاك الحال خسرتي عائلتك؟ خسرت عائلتي واكثرين خسرت با بزاف. وخسرتي حتى تنسبك؟ اه. وانا دابا ندمت بغيت با يسمح لي وردي عليا ويرجع لك الورقه. اه لبلاصتها وترجع المياه المجاري. اه سعيد فين وصلت الامور من بعد داكشي؟ ولينا بخير دابا. وليتو بخير؟ دابا نديهم كندي البن المدام كتزورهم كتريح معاهم. دابا ولاو كيستقبلوني بخير بحال اللي كنت ولفوا كل صح. واحد في جهه. اه وارتاحين صراحه. ولتي وليداتك؟ حيت دابا نقول لك الاخت دابا نقولوا انا تزوجت ودرت الاولاد ما يمكنش انا بنتي غتجيب لي شي واحد يسكن عندي في الدار ما غنحملوش. دابا انت كتمشي عند نسابك؟ تمشي عندهم انا يسهل الله نصيفطهم للحج انا كاع فهمتي الا سهل يلا نقدر نعاونهم يمشيو للحج ولا المهم ديك اللعبه ديال تا هما ما شتي منهم العيب واخا هذيك راسي ولكن قلتي لنا شتي منهم بزاف ديال العيب هذاك العيب ولا تنسى مع الوقت؟ مع الوقت غيتنسى نساني الاولاد ونساني البيبي ولي نساني داك الشيء صراحه دري صغير ولي نساك الهم شفتو الاولاد؟ اه صافي نساني والدريه قارية واعية وموديانية وديما هي مسكينة بعض الخطرات كندور لها كلشي على دارها هي وكتسمح ليا. واخا هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك سعيد، شنو هما الأخطاء دابا أنت خرجتي من هذه التجربة وعزلتي وسكنتي أنت ومراتك الله يكمل عليكم بالخير، ولكن دابا أنت دابا ممكن تقدر تشد الورقة والستيلو وتقول ها اش درت لنسيبتي ها اش درت لنسيبتي ها اش درت لنسيبتي وها علاش درت لي هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنت دابا واعي بالأخطاء ديالك. واعي بالأخطاء. شنو درتي؟ شنو كنتي كدير؟ الوحيد نقول لك الخطأ الوحيد الأخت ديالي الوحيد هو أني النهار الأول كنت ندير لاباز أنا النهار الأول ما نمشي عند حتى واحد. هذا هو الخطأ الكبير اللي درت. علاش غنصبر أنا معاه صبرت معاهم ثلاث سنين وأنا عندهم كون صبرت ثلاث سنين أنا ونتزوج بها وغنديها المحالة. هذا خطا ديالك ولا حتى نسيبتك الخطا ديالها انها استقبلاتكم كان عليها تقول لك دبر راسك انت وياها؟ اه في الاول دابا رحبوا بينا بحال تقول دابا رحبوا بالطلبه جاو شويه ملي كثروا الطلبه البركه خونا المبلاغي غيديو لهم المبلاغي حتى واحد ما يبغى صافي سيروا عطيوني التيساع فهمتي في الاول في الاول هاد الفقه هادو ما تدخلهمش خويا ما تقراو لي لا قران لا ولا سيروا في حالكم ولكن ما كانوش عارفين الطلبه فيهم المشاكل فهمتي ما كانوش عارفين الطلبه فيهم باغيين يطلبوا باغيين او دادا كان كيصرف بخير شويه سيد مابقاش بغا يصرف او فين هو الضو فين هو الماء اذا انت ما تكملتيش في الالتزام ديالك علاش ما كملت التزام ما بقيتش عاجبني ما عجبنيش انا مرتي كاع نبغي نضربها ولا نبغي نصرفقها ولا ما عندكش فين عندكش فين كلشي حاضي انا نبغي ندوي مع مرتي ونبغي نضحك معاها ما كاينش والو ما بقيتش مجوج بها انا فهمتي ما بقيتش مجوج خصني نزل نديها لوطيل نريح انا وياها في لوطيل
فهمتي حيت نساب هذوك خوانا. وقعت سعيد انكم لا بغيتوا تجلسوا تهضروا في شي موضوع خاص بيناتكم تخرجوا الاتساع؟ وشهر تصوري شهر من بعد شهر العسل شهر ما تريحش معاه. من بعد شهر العسل شهر؟ صافي شهر ما كنشوفه ما كنجي معطل. فين نعس هي من عسام وحده؟ فهمتي كيفاش؟ دابا هي كدير هي راه عارفه عندي بيت انا وياها خلي الدريه ناعسه في لا وانا غنفيقها هي وغنفيق اما. في نظرك علاش نسيبتك هاد نسيبتك ومراتك بجوج؟ علاش؟ لا المراه كنت كندور لها كلشي على ظهرها ولكن المراه عندي مسكينه طيبه تقول لك ادير اللي عجبك ديرو وملي كنلبد كتخرج تضرب قهوه سجائر وهذي كتقول دابا انا اش بيني وبينها هي غادي الحل الوحيد اختي خممت خوي فاش خويت ارتاحيت عاد درت الاولاد عاد باش دابا اي حاجه نديرها فهمت الحمد لله الامور دابا ولات بخير وعلى خير. كنت بحال دايرني في شي سيركل شي دائره ما عنديش من نزيد مقجوج. مقجوج ما عندكش فين. كيفاش مقجوج والسيده شداتكم 6 شهور 7 شهور واكلين شاربين مبرعين مع راساتكم هناتك جمعتي فليسات حتى درتي لابارتومون ودابا وليتي مقجوج؟ لا ونكر الخير دابا انت. لا ماشي نكر الخير صح شخصي دابا هي الخير ديالها دابا هي الخير ديالها ما يتنكرش صراحه الخير ديال هاد الام ديال الزوجه ديالي ما كيتن والاب ديالها ولكن انت عارفه العيالات عندهم واحد السوق اختي انت عارفه العيالات سوقهم خصوصا اللي ما قارياتش ما قارياتش هي حقها ضروا راسو ما هما ولاو طبوا ولاو كلشي هما نبخروا ونديروا لا داك الشيء ما بقاش هذا الوقت. واخا دابا في دارك وليتي كتفاهم مع مراتك كما بغيتي تصرفقها كما بغيتي تصرفق لي هي كاع الدنيا تصرفقك وتصرفقها ما كاين حتى مشكل حيت مني ليها ماشي بحال انا قدام با قدام ما تضربها قدام با غادي يولي مضاربها تولي الحميه فهمتي اولي محامين عليك ما بقيتيش عريس انت وليتي بحال طالع عليهم من الشرج فهمتي كيفاش شخصي وليتي انت بحال هاجم عليهم الهاجم مشرع والهاجم سي مشرع اللهم لك الحمد وعندي علاقه معاهم ديال الحمد لله وبحال ما طاري والو دابا عادي الحمد لله مازال غيشوفوا مازال غيشوفوا غادي يشوفونا في التلفاز وزعما كنطلب الصباحه الا شافوا مني شي عيب المهم هما داك الشيء اللي بغاو هو ان دابا هذا الوقت هذه بنت الناس هي اللي كتستر. نعم. انت عارفه بنت الناس هي اللي كتستر. اما الفئات الاخرى اللي كعارفه انت بنات الشوارع كاين الدريه كتدخل حتى 12. واخا هذا موضوع اخر. موضوع اخر. قصه وحده اخرى قصه الناس ندوزوا دابا لعبد المنعم ونكملوا قصتك عبد المنعم اللي فيها بزاف ديال التفاصيل فيها المراه اللي مريضه اللي كتشرب بالكينه الشعواده فيها بزاف بزاف ديال التفاصيل من بعد قلت لك الخطا الاولى ديالي انا ماشي ديال والديا ماشي حتى ديال والديها انا اللي مسؤول على الخطا ديالي اللي ما درتش دراسه من الاول حتى الاخر باش نعرف فين كاين نقطه الضعف والله سبحانه وتعالى عطانا عقل باش كنميزو به انا ضرب ما عرفتش باش نقول لك كيف ما قال الشاعر عاشق الجمال الزائفه المجلوبه عشقت فيها جمالها الموهوبه قدست فيها الطبيعه سرها فانعمت بشمسها مشرقا وغروبها كما تيقول ولكن بالنسبه لي انا الشيء كامل كان هذاك الجمال المزيف ماشي الجمال الحقيقي. علاش اعتبرتيه جمال مزيف؟ علاش ما اعتبرتيش انك انت حبيتي هذه السيده وبغيتيها ولكن لقيتي واقع واحد اخر؟ انا لقيتها واحد العشاق ودغيا كان من هنا غير واحد شي شويه إذا علاش كتقول الخطأ ديالك؟ لأن تنقول الخطأ ديالي أنا غادي نقول لك علاش أن البنت في الوقت ديال الغياب ديال الأب ديالها ملي كان خدام في ميليتير أنه مها ما تتعلمهاش بعدا كيفاش غير نعطيك غير حاجة بسيطة يعني الدريات كاملين تنعرفهم أنا دابا مع احتراماتي للبعض وكيف ما قال الأخ سعيد دابا قال واحد الكلمة قال لك ربما الدريات اللي ما قارينش دوك اللي ما قارينش شي شوية كنقول أنا العكس صحيح وأنا عندي الوالدة ديالي تبارك الله ما نعاودش لك ما نشكرهاش لك من ناحية الذكاء وما قراتش ولكن عطاها ربي الذكاء عطاها الله اللي عطاها ماشي أنا موهبة ديالها ربانية تتعرف شنو تدير وتتحط النقط فوق الحروف وما تفرضش علينا تقول لي نوض سير قالت لي انت اللي غادي دير هذا الشيء لراسك باش واحد النهار ما تقولش راه امي اللي سببت لي في هذا المشكل وانا تنقول من هذا المنبر انا اللي كنتحمل المسؤوليه ديالي يعني امك ما جوجاتكش هي ما دخل بطريقتي انا الخاصه ماشي بطريقه امي بطريقتي انا يعني ماشي امي فوطه غادي يمسح فيها الغلط ديالي انا اللي خطات وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي وقدرت نتجاوز المشكل كيفاش غنتزوجوا وصلت لواحد الباب مسدود
نهيت المسار ديالي معها. واخا 2006 عبد المنعم دخلت امك هذه المره وجوجاتك. اه كيفاش؟ وا اش غادي نقول لك، هي قصه شويه ربما شبيهه بواحد الفيلم، وانا سميتو بحال واحد الشريط. شريط انا ما كنتش كنتظر انني غادي يوقع لي هذا المشكل. هاد الناس اللي معايا اللي دابا حاليا بنتهم معايا الله يعمرها دار الحمد لله، كلهم ناس طيبين. ماشي انا ما كيهمنيش الفقر ولا كذا، كاين الفقر فقر، كاين تقدر تلقى شي واحد مثلا عنده امكانيات ماديه ولكن يقدر يتفتقر الاخلاق ويفتقر الاداب ويفتقر. نعم. وكاين فقر الدم وفقر بزاف ديال الحوايج. نعم. فقر الحب ايضا، فقر الحب. نعم. فقر انت عبد المنعم بالمعامله مع الناس. اذا انت استفدتي مزيان من الدرس الاول في حياتك، التجربه الاولانيه تيقول لك بتعليمه، إذا استفدتي منها هي رخيصة وتعليمة، رخيصة بتعليمة. إذا التجربة الثانية عاونتك باش تكون. هو التجربة الثانية أنني أنايا كنت اش غادي نقول لك، علاش درت الثقة ديالي الكاملة في الأم ديالي؟ لأن هي كانت من ديبار عارفاني بأنني هذيك السيدة ما صالحاش ليا. نعم. بحال كانت عندها ثقة 100%، كانت يعني ثقة بأنها في راسها، عندها واحد الثقة في نفسها بأن هذيك السيدة. من خلال نعطيك غير واحد الكلمة بسيطة باش نخليك تنهي. نعم. هذا. نعم. هو أنني ملي كنقول لها واش الوالدة ديالك ملي كنتي في الدار قبل ما تجي لعندي أنا، بحال لاعبين واحد، وراه قلت للإخوان قبيلة بحال لاعبين واحد إقصائيات، مش بحال دابا المنتخب المغربي تأهل ولكن لعب إقصائيات. الدرية ما لعبش إقصائيات ملي كانت في دارهم. قلت لها ما جينا يلا كتعرف لي احمد بادير، تعرف فؤاد مهندس، مصريين فؤاد مهندس ديال الكوزينه ما تعرفوش. لا انا على بلاش، هذا هو اللي خلاني. يعني انا هاد المسائل انا كنت سيليباتي وكنتعلم، تعلمت بزاف ديال الحوايج من الوالده ديالي. تعلمت. شكرا لك عبد المنعم. غادي نرجع لك ناهد رشاد ديال الكورش. واخر حاجه بغيت نقولها كوميم اللي هي مهمه مهمه، وكل واحد من نتوما ولا الناس اللي كيسمعونا في الدور، هذا واحد السيد مشى لواحد المقبره باش يترحم، ويدي واحد المشموم ديال النور حطوه هكايا في هذيك المقبره شويه من بعيد هكايا شويه، كاين واحد الشينوي تا هو جاي يترحم على شي واحد ويجيب واحد زلافه ديال الروز، ويشوف فيه بحال هكا ويمشي عنده يقول له جا الاخ ما فهمتش واش السيد اللي مات غادي يجي ياكل الروز؟ قال له واه غادي يجي ياكل الروز، مني هذاك ديالك غادي يجي يشم النوار. شنو بغيت نقول لكم من هنا؟ سي كل واحد، الواحد يحترم وجهه النظر ديال كل واحد. انا كندير شي حوايج عندهم واحد المعنويه، عندهم واحد التفسير، عندهم واحد الحاجه اللي هي نافعاني كنديرها، والاخر كيدير حاجه واحده اخرى حتى هي عندها واحد التفسير وعندها واحد المعنويه. الواحد شنو كيدير؟ واحد الساعه ما كيمشيش بحال هذاك السيد في المقبره، يمشي يقول لاخر اشنو درتي؟ سل لي عافاك هذا الروز غادي ياكلو داك السيد اللي مات؟ نو، كنقول هذاك حمق هبيل نيمبورت كو، كنبدا كفس، كنولي كنبدا انتربريتي، كنبدا نعطي شي تفسير اللي بعيد على الحقيقه ديال الواحد. لهذا كنقول الناس اللي هما متزوجين وعندهم نساب، لا من جهه المراه ولا من جهه الراجل، اول حاجه واحد يخفي النفس. اول حاجه شي حاجه وقعت ما يقبضهاش على دارو، حيت ما كاينش اللي غادي يخلص الثمن ديال هذاك الجنان والفقصه قد الواحد اللي اونكيسي. اول حاجه تخفيك النفس، ثاني حاجه نمشي نشوف وجهه النظر ديال الاخر، يمكن غادي نكتشف شي حوايج اللي انا ما كانوش في بالي نهائيا. وثالث حاجه البكامور المية حرام، السي عبد اللطيف كتسمعني اللي حاضر عينيه، البكامور المية حرام، اللي وقع وقع، شنو مازال الدنيا قصيره عبد اللطيف، حرام الواحد يدوز نهار بحال يومين ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا سيمانه. نعم. شكرا لك ناهيد. الحضور الكريم، شكون اللي عنده شي سؤال؟ تفضل. السؤال ديالي للسي عبد اللطيف، يعني واش الا تعطاتو الفرصه يرجع للمراه ديالو واش يرجع يوافق زعما ولا لا؟ لا. شكرا. نعم. سؤال اخر؟ تفضل. السؤال ديالي للاستاذ منعم، يعني كيقول لك ان يعني بغض النظر يعني عن ان المراه ديالو مريضه مرض نفسي، يعني شنو الاسباب يعني القويه اللي خلات شويه؟ انا بالعكس ما تخليتش، لو انهم هما صرحوني في الديبار وقالوا لي بان السيده اللي مرض ما كنت ساتخلى عنها، جو جيد ما مير ما نتخلاش عليها، ولكن ملي كذبوا بقى فيا الشمته وضحيت وضحيت وضحيت، وفي اخر المطاف مشيت عند واحد الخال ديالي طبيب ما غنقولش سميتو، هو اللي عطاني التقرير ديالها قبل ما تدخل عندي للدار، كانت عاديه
وتتاكل الفانيد كانها ما عليها والو. تف في خلال الدردشه ديالي معها كان عندي معها تواصل حوار، انا ما تنضربش وما عمري ما ضربتها، ما عمري ما تكفصت عليها. انا المرا مثلا بغي نضربها ما تنضربهاش بيدي، تنضربها بستيلو الا ما لقاتش ليا انا، هذا اللي عندي انا. علاش غنتكفص على البنت المرا؟ حيت عندي خواتاتي كيف تودين تودان. نعم. انا علاش غادي نضرب واحد السيده اللي جايه من الدار واخا كاع نديروها ما عارفاش، ما عارفاش عندي شي حوايج عارفهم غنوريهم ليها. ما تعلمتيش الطبخ، ما علمتكش امك، ماشي مشكل ماشي عيب، ولكن العيب هو انني كنشوف ان امها عارفه امها بنتها مريضه كتدخل ليا في شي حوايج. انا قلت لها من الديبار كوني على يقين راني وحش، ساتحول الى وحش كاسر عندما غادي نلقاك تدخلي ليا البيت النعاس ديالي. وكاين شي حوايج انا ما بغيتش ندخل في لي ديتاي ديالهم. شكرا لك عبد المنعم، شكرا لك سعيد، شكرا صوفيا، شكرا عبد اللطيف، شكرا لكم بزاف اللي جيتوا وعاودتوا لنا طرف من قصتكم مع انسابكم. شكرا لكم كلكم مشاهدي ميديا ان تي في، كانت هذه قصه الناس، مشكلتي مع انسابي وباقي بزاف الناس ما يتعاود في قصه الناس. من اليوم انت واحد اخر. السلام عليكم. سمنة عقدتني هو موضوعنا اليوم في قصة الناس. بديت كنغلط بلا ما كنحس. قعدنا هذيك الماكلة الليل 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 تما تحطني السكر. المهم انت انا كنتمنى شوية نضعف. ليليها ليها. ليليها ليها. حيت شوتي منها وليليها ليها. بحال تتوزن دابا. كم ياش غادي تنغلط. كتاكلي وكتندمي. اه كندم. حيت كنتعاطى الماكلة أكثر من القياس. أنا بعدا في المسرح إلا ما كليتش ما كنتحركش في الخشبة. قصة الناس